ايوه فهمت. ايوه وفت. دكتور، في عندي 67 سنة اه والقلب بيتوقف، يعني بيتوقف. يتوقف وبعدين يرجع يكمل، ده البساط. بس ما بحسش بأي أعراض، يعني لا في دوخة دقة سحبة نفس. كده بس. نعم، طب عرفت ازاي هو بيتوقف؟ هقول رسم القلب. لحضرتك، أنا عندي ضغط، فالدكتور كان غير لي دواء الضغط بدواء تاني. من ساعة ما بديت فيه بحس بدق جامد جدا في الدماغ، النبض سريع. هو مش سريع قوي بس بحس بدق جامد في دق الدماغ. في الدماغ، يبقى مش مظبوط فمن الضغط دق كده. الدماغ زي شواكيش بالظبط، مش مظبوط كده فمن دق الضغط. الدماغ لا إراديا ببتدي أعد، لقيتي. يعني فأبص ألاقيه يتوقف مثلا بعد 8 دقات، بعدين بعد 18، بعد 12. دي ضربات ساقطة، دي ضربات نعم، اسمها الضربة الساقطة، اسمها الضربة الساقطة. أيوه دي زي اللي كانت منال بتتكلم عنها. لازم تعملي رسم قلب أو هولتر 24 ساعة مستمر. زي ما احنا شايفين الضربات الساقطة واختلال كهربائي القلب، وأنا هشرح لكم كلمة الضربة الساقطة دي عشان مش في ضربة ساقطة وضربة ناجحة. لا، هي الضربة الساقطة اللي هي ما بيجيش في وقتها. يعني أحيانا لما فيه جزء من القلب بيشتغل بينافس البطارية الأساسية، في عندنا دينامو رئيسي بيشغل القلب، بطارية رئيسية بتشغل القلب موجودة في أعلى الأذين الأيمن، لها معدل محسوب بتشتغل من 60 ل 100 في الدقيقة، والواحد قاعد لما بيتحرك بتسرع حسب متطلبات المجهود اللي الواحد بيبذله، مع الانفعال ممكن تزيد شوية لكن بترجع تاني. يعني هي الإيقاع بتاعها منتظم لا يتبدل ولا يختل، لا مع اليقظة ولا مع النوم ولا مع الحركة ولا مع السكون، إيقاع بديع جدا بيخلي الواحد يقول تبارك الله أحسن الخالقين. أحيانا بتنشأ بؤرة كهربية تنافس هذه البطارية الرئيسية، حتة من الألياف اللي موجودة جوه القلب سواء في الأذين الأيمن أو الأيسر أو البطين الأيمن أو الأيسر، تبدأ تشتغل بالتوازي مع هذه البطارية وتيجي قبل ميعادها، فالقلب بيحس إنه قام بضربتين ضربتين، فيفوت ضربة ويرجع تاني ينتظم الإيقاع بتاعه، فبيحس بالضربتين ورا بعض بيسموه بريماتيور أو ضربة مبتسرة، زي الطفل اللي يجي قبل ميعاده كده يتولد مبتسر قبل ميعاده، فالنبضة بتولد قبل موعدها، وعشان كده بتيجي النبضة الطبيعية بقى بتاعت البطارية الرئيسية تفوتها، فبتحس هي بقى إن القلب توقف أو السحبة دي. ودي لها أسباب كتيرة، منها ضغط الدم، أدوية ضغط الدم، قصور الشريان التاجي، لخبطة أملاح الدم، الغدة الدرقية، حاجات كتيرة جدا ممكن تعمل هذه الضربة الساقطة، وأحيانا تكون علاجها سهل جدا، وأحيانا نلجأ للتدخل بموجات الراديو والكي.